كغيرها من مناطق محافظة لحج تعيش مديرية المقاطر أجوان رمضانية على وقع أوضاع معيشية صعبة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية نتيجة الانهيار الاقتصادي الملازم لاستمرار الحرب منذ ما يزيد عن 4 سنوات. مواطن في مديرية المقاطرة وضع اقتصادي منهك نتيجة الحرب أدت إلى فقدان الناس لأعمالهم وارتفاع كمان أسعار المواد الغذائية وعدم وجود السيولة بيد الناس أثر على وضع المواطن وأن المواطن في مديرية المقاطرة يعيش وضع مأساوي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود الأعمال. هذا هو سوق الربوع أكبر أسواق المديرية حيث يشهد تراجعا كبيرا في إقبال الناس على شراء المستلزمات الرمضانية عما كان عليه الحال في السنوات الماضية نظرا لانخفاض القدرة الشرائية للسكان جراء شح مصادر الدخل وارتفاع معدل البطالة نتيجة توقف الأعمال وانقطاع الرواتب. نحن نعيش بأزمة جنونية خانقة، لا شغل ولا عمل وحصار وأغلى الأسعار، الكيلو البطاط ب400 والبصل زيه والطماط ب6 والغاز عندنا ما فيش نهائيا، ونحن بحالة الكيس السكر ب14000. مخصص المديرية 1600 اسطوانة، نستلم من المخصص 240 اسطوانة. لهذا ان المخصص لم يغطي مديرية المقاطرة وعزل وقرى المديرية. ما يفاقم الأزمة المعيشية لدى المواطنين هنا ارتفاع أسعار الغاز المنزلي والوقود بسبب عجز السلطات المحلية بالمحافظة عن تغطية حاجة المديرية من حصتها الاستهلاكية من الغاز، بما يكفي سكانها الذين يربو تعدادهم على 70,000 نسمة. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لهج.